كده نشوف مع بعض تقرير فك دين الغارمة. مشاهدي برنامجنا النهاردة، احنا النهاردة في تقرير خاص جدا صحبة خير. احنا صحبة خير مع بعض واخوات في الله مع بعض، فكرنا في فكرة من 3 ايام. احنا طبعا بنصور اهو النهاردة يوم الخميس 26 رمضان، يعني ليلة 27 ليلة القدر. احنا من 3 ايام فكرنا في فكرة كده مع بعض، ان احنا عايزين نعمل حاجة في يوم ليلة القدر علشان كده نتقرب بيها لربنا. فكرنا في حد غارم او غارمة، يعني نسد الدين. الفكرة دي جت لنا على صلاة المغرب، انا ونعيمة ووليد. احنا يا نعيمة عايزين النهاردة بالتقرير ده نقول رسالة للمشاهدين. الرسالة اللي هو اللي احنا جايين النهاردة دعاء واقفين وحندخل السرور على قلب مسلمة ان هي نفك كربها. الفكرة جت طبعا من على الفيسبوك، ان انا كانت واحدة صاحبتي اسمها مروة السعيد مصممة ازياء، قالت انا عايزة اروح سجن النساء اطلع غارمة على العيد تعيد مع اهلها. المهم هي لما راحت لقيت طبعا لازم يعني قوانين وبتاع ولازم مؤسسة وقصة كبيرة كده، فانا عرضت عليك الفكرة يوميها حتى وقلت لك طب عايزين نعمل حاجه بتاع، فروحت انت قايله لي لا في غريمه وبتاع احنا ممكن نروح نساعدها وكده، فقلت لك طب يلا بينا. ابتدينا نكتب مسجات على الفيس وعلى الواتساب وكده لغايه لما لمينا من المغرب العيشه الفلوس كلها، وكان معانا زياده كمان الحمد لله. فانا مبسوطه جدا ان احنا بنعمل حاجه زي كده، وان احنا بنشتغل في الله وان احنا اصحاب في الله، والصحبه في الله اهم بكتير من الصحبه كصحوبيه عاديه. يعني هي اللي بتبقى سبحان الله. والله هي اللي بتبقى فعلا، وما بيبقاش فيها اي نوايا تانية خالص. احنا يعني ولا اي دنيا يعني سبحان ممكن ما نخرجش كتير او بتاع، بس بننزل نشتغل مع بعض في كل حاجه لله. يعني بجد ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. وليد عبد المنعم الجندي المجهول دايما معانا في كل اعمالنا اللي بننزل فيها نشتغل لله واعمال الخير. اهلا اهلا بيك، ربنا يخليكي. احنا النهاردة برضو عايزين نأكد على نفس رسالتنا لمشاهدينا. احنا النهاردة بنصور التقرير ده علشان نقول ان احنا جايين نساعد الناس وجايين نقدم نموذج عملي لكل المشاهدين اللي بيشوفونا، ان احنا جايين بنفسنا جايين نساعد الناس. احنا اللي بنوصل اولا بندور عليهم عشان نوصل لهم، ولما بنعرف مكانهم احنا بنروح لهم. عايزين نوصل رسالة ان انت لازم يعني تتحرك، لازم تبذل من مالك، لازم تبذل من صحتك، لازم تبذل من مجهودك. ربنا يتقبله يا رب ان شاء الله. وتعالوا مع بعض مشاهدينا نطلع كده ونخلص بقى الدين خالص بتاع الغارمة اللي معانا النهارده. فاطمة هي الغارمة اللي عليها الدين اللي احنا جايين نسدده لها النهاردة. بارك الله فيكم. المبلغ كان 8000. طيب النهاردة احنا جايين علشان خاطر نخلص بقى الموضوع ونسدد الدين ونخلص لك الورق مع المحامي وكله. خلاص ماشي، ربنا يخليكم وبارك الله فيكم، ربنا يخليكم يا رب. السيد صاحب الدين اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا طبعا اتواصلنا معاك علشان نسدد دين الحاجه فاطمه، وانت الحقيقه كنت متجاوب جدا. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يا رب يقدركم كده على فعل الخير على طول. يعني الله يخليك. الدين كان بتاعها 8 وانت لما اتواصلنا معاك انك خفضته لها، قال شلت 1000 وخليته 7. يلا بقى رمضان كريم. ان شاء الله في ميزانك وربنا يكرمك، ويعني نفسنا كل الناس كده تبقى في الخير وتتساهل وتخلص علشان كله عند ربنا باقي ان شاء الله رب العالمين، وربنا ييسر امور الناس كلها. معانا المحامي بولا جرجس، وهو المحامي اللي احنا جبناه علشان يبقى مع الحاجة فاطمة ويخلص الدين بشكل قانوني. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا بنشكرك. العفو، تحت امرك. احنا طبعا جينا نخلص الحاجة فاطمة من الدين بتاعها. طبعا الناس كانت متفاهمة، لكن احنا بشكل قانوني بنخلص الورق
بنخلص الاصالات اللي موجوده في المحكمه بحيث ان الشكل يخلص بشكل قانوني وهي تبقى خلصت كل اللي عليه. وفي فكره حابين ان احنا نوصلها للمشاهدين ان كل واحد في مجاله يقدر ان هو يشتغل لله ويشتغل للخير، ما يبخلش بجهد. طبعا شيء مهم جدا ان كل واحد في المجال بتاعه لازم يبقى مساعد في عمل الخير وفي عمل الشيء اللي يرضي ضميره ويرضي ربنا في الاول وفي الاخر. طبعا بنشكرك. العفو، تحت امرك. معانا دلوقتي الحاج محمد الدواتي من المنطقه، وربنا يكرمك ان انت اتدخلت في الموضوع علشان تصالح الاطراف وتحل المشكله. اكيد طبعا، عشان الناس ورمضان وكل سنه وحضرتك طيبه. ربنا يكرمك. انت اتكلمت مع الطرفين وجمعتهم؟ هي احنا كجمعيه جت حكت المشكله بتاعتها وعرضنا على الداين اللي هو صاحب الفلوس ان يعني نسوي المشكله معاه بوجود اهل الخير، فطبعا ربنا وفقنا ان احنا نقدر نجمع هنا وهنا، وربنا ييسر الحمد لله وربنا يسد عن الجميع يا رب. التقرير في بقى مفاجأة كمان للحاجة فاطمة. انت يا نعيمة، قوليها نعيمة كامل، قررت كده قرار مفاجئ دلوقتي من ضمن الرزق. ان شاء الله الحاجة فاطمة هتطلع معنا العمرة من ضمن 30 عمرة اللي معنا في رمضان بإذن الله. دعاء طبعا، احنا عندنا 30 عمرة في رمضان مقدمين في برنامجنا النهاردة من شركة R&K لملابس المحجبات، مصممة الازياء طبعا نعيمة كامل، وهي النهاردة معانا قررت انها تطلع كمان الحاجة فاطمة. مبروك يا حبيبي. انا بكفيك يا استاذة دعاء، ربنا يخليك يا رب، بارك الله فيكم، ربنا يخليك. مش مصدقه كده بصراحه، والله العظيم ده كده كتير عليا والله. حبيبتي انت، ربنا اللي بعتنا ليك. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يبارك لك يا رب، والله كده كتير كتير جامد جدا عليا بصراحه، ربنا يبارك لك.